دلوقتي هنتكلم عن الجزء بتاع الديزاين. هو هنا هدفه ان احنا نعمل ديزاين سيركت، بس سيركت هتطلع اكتر من فانكشن. فالطبيعي خطوة الديزاين هتبدأ بان احنا نعرف انا عندي كام انبوت، كام يعني الانبوت بتاعتي في كام بت، وهتطلع اوتبوت في كام بت، تمام. وبعد كده ببسط الاوتبوت كل واحد لوحده، بعمل له كي ماب لوحده، وبعد كده اطلع المعادلة، وبعد كده برسم كل المعادلات في دايرة واحدة باعتبار ان هما كلهم خارجين من نفس الانبوت. بناخد مثال بسيط هنا، ده مثال بسيط بيقول design a circuit to convert a BCD code to X3 code. يعني هو دلوقتي عايز circuit تحول ال BCD ل X3. طبعا هنا ال output عندي كام؟ ال BCD شغال في 4 بت، يبقى انا عندي الانبوت بتاعتي 4 بت. الX3 برضو لما بتحول من BCD برضو بتبقى في 4 بت، يبقى عندي كام output؟ يبقى عندي 4. فبالتالي هعمل تروث تيبل زي كده. طبعا دول احنا عارفينهم، يعني عارفين نكتب ده ازاي. بنيجي هنا طبعا الX3 بيبقى عبارة عن ايه؟ بزود 3 على رقم الديسيمال، بعد كده ايه بمثله باينري. طبعا 0 زائد 3 ب3، فده ايه التمثيل بتاعه كده في X3. هعمل نفس الكلام هنا، هزود 3 فيبقى 4، هزود 2 فيبقى 5، وهكذا. بس هنيجي هنا هنلاقي من اول 10 دول هيبقوا ايه؟ دونت كير، لان انا مفترض ان البي سي دي اخره من 0 ل 9، تمام. طيب هنيجي نعمل ايه بعد كده؟ بعد ما خلاص عملنا حولنا من بي سي دي لاكسس 3، هنيجي بعد كده ناخد ادي ده كده فانكشن هي دبليو، والاكس فانكشن لوحدها، والواي فانكشن لوحدها، والزد فانكشن لوحدها. نفترض نكتبها مثلا بشكل ان احنا مثلا نكتب هنا مش مكتوب، بس احنا ممكن مثلا نكتبها هنا كده مثلا، وليكن هنكتب مثلا ال W هتساوي السمشن بتاع مين، هنشوف المنترم بتاعتها. عندي هنا 5 و6 و7 و8 و9، يبقى هكتب 5 6 7 8 9 زائد عندي بقى دونت كير اللي هي من اول 10 لحد 15، 10 11 12 13 14 15. هعمل الطريقه دي برضو، كل معادله من دول، كل فانكشن من دول اكتبهم بنفس الطريقه دي. هشوف من كلمات عندها وحيد بتساوي كام، ودونت كير طبعا هيبقى ثابت فيهم كلهم. بعد كده هحط على الكيماب كل واحد لوحده اهو، ودونت كير اهي ماشي من اول 10 11 12 13 14 15، تمام. طبعا هو هنا هنا دي بتاعت الزد، بتاعت الواي، ودي بتاعت الدبليو اهي، دي بتاعت الاكس. حط الكيماب خلاص وخلصهم، تمام. طلع المعادلات، هيبدا يرسم. بس ده كل الموضوع، دي فكرة الديزاين كلها. ناخد مثال تاني، ناخد مثلا مثال، المثال ده بس هو السؤال كامل هنلاقيه هنا في الكتاب بتاع مانو. هنا بيقول عندي ان اي بي سي دي تو 7 سيجمنت ديكودر. يعني انا دلوقتي عندي افهم الجملة دي ان انا عندي الانبوت 4 والاوتبوت 7. is a combination circuit that converts a decimal digit in BCD. يبقى انا عندي ال ABCD اللي دول inputs في ال BCD to an appropriate code for the selection of segments in an indicator used to display decimal segment in a familiar form. يعني هو عايز ان احنا هندخل كود BCD طلع لي على الشاشة رقم من ارقام الصفر لتسعة، تمام. ال 7 outputs دول of the decoder هم ال A B C D حد G، select the corresponding segments in the display. يعني ال segments دي هي بتحدد عندي كام، يعني الرقم هيظهر على الشاشة كام. هم هنا 7 segments ليه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، تمام.
يعني مثلا هنا يعني هنعتبر دول زي لومات بالشكل ده كده كده مثلا، زي مثلا دي 5 اللي هينور مين؟ اللي هينور ال A وال F وال G وال C وال D، تمام؟ يبقى دولت هما الوحايد، وال E وال B هيبقى أصفاري، معناها منورة تبقى بواحد. يعني مثلا دي 5، تعال نشوف عندك 5 المطفية مين؟ ال B وال E زي ما هي في الصورة كده. نكمل السؤال. The numeric display chosen to represent the decimal digit is shown in the figure. ده هو ده اهو خلاص. Using the truth table والكيماب design the BCD to 7 segment decoder using a minimum number of gates. يبقى عايزنا نبسطها، عايزنا نعمل simplification. The 6 invalid combinations should result in a blank display. يعني اللي هو الأرقام من 10 لحد 15 يعني هتروح بونت كير، تمام. نيجي نعمل هنا ايه الديسبلاي. طبعا هنا لو هنيجي مثلا نشوف الصفر، الصفر مين بس اللي مش هتنور؟ الجي، فيبقى كله بحيد ما عدا الجي بصفر. هنا طبعا كله بأصفار ما عدا الواحد بس هينور بي والسي، الاتنين اللي مش هتنور اللمبة دي واللمبة دي. نحاول عشان خاطر ما نغلطش ناخد نعرف الحاجة الأقل. يعني مثلا هنا عندي اتنين بس مش منورين، يبقى هما دول اللي يهموني، هما دول اللي أعرفهم أسهل. يبقى الـ F والـ C بأصفار والباقي كله بحايد، هنا الـ F والـ E أصفار والباقي كله بحايد، وهكذا. هنرسم هنعمل الكلام ده كله بالمنظر ده. نيجي عند الـ X نرسم من 10 لـ 15 تبقى دونت كير كلها، تمام. طيب كده عندي كام فانكشن؟ عندي 7 فانكشن. وعندي كام كيماب هتتعمل؟ عندي 7 كيماب لكل واحدة كيماب، تمام. برضه هنكتبهم بنفس الطريقة زي ما احنا كنا ايه عملناهم فوق. نكتب المين تيرمز وال دونت كير، وهنعمل ايه الكيماب، هنبص نطلع المعادلة، كيماب للبي ونطلع المعادلة، وهكذا وهكذا فيهم كلهم لحد ما هنخلصهم كلهم اهو، تمام. هم قالش يرسم، بس انت هي رسمة دي هتبقى كبيرة جدا، تمام. فمش هنرسمها عموما، بس هي دي الفكرة. يعني هي دي الفكرة بتاعت الديزاين، ان احنا مجرد بس بنعرف عندي كام انبوت وكام اوت. طب مثلا ناخد مثال تاني من الامثلة اللي هنا. مثال زي ده حلو جدا. هو هنا عايز ان نعمل كومبينيشن سيركت بتحول ال 4 بيتس جراي كود تو ا بيت 4 باينري نمبر، تمام. يعني مثلا دي لو هنيجي نرسمها، نعمل مثلا تروث تيبل، هنا مثلا انبوتس كده 4، هنا 4، اوكي. مثلا اعتبر مثلا عندي الانبوتس هيبقوا وليكن هسميهم اكس واي زد، خلينا مثلا نقول اي بي سي دي، وهنخلي الاوتبوت دبليو اكس واي زد، تمام. بعد كده هنرسم، هنكتب احنا دلوقتي هنعمل محتاجين 16 صف، هنقول هنا 1 2 3 4 5 6 7، ثمانية، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. ايه طبعا بعد كده هيبقى 4 أصفار هنا. نسيب بعد كده 1 2 3 4 4 وحيد، عشان 4 أصفار 4 أصفار، هنا 4 وحيد، هنا 4 وحيد. بعد كده هنا صفرين 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 صفرين، بعد كده 1 1 1
واحد اللي احنا بنعمل تروستيم عليه جدا. تمام، ممكن نفصل بس كده عشان ايه متفرطش. اوكي طيب، احنا كده يعتبر خلاص عملنا التروث تيبل. اوكي فاضل احنا بقى ايه هنعمل ايه؟ ده كده مفترض جاي كود، انا عايز ده يبقى ايه باينري نمبر زي ما هو كاتب هنا. بعد كده عايزنا نشوف نعمل ده بالاكس اور جيت. تمام، طيب احنا دلوقتي المفترض ان احنا هنعمل هنحول ده لجري كود. كنا سوري، ده جري كود هنحوله لباينري. كنا بنعمل ايه في التحويل من جري كود لباينري؟ كنا بننزل اول رقم، بعد كده بناخد الرقم ده بنعمل اكس اور مع ده متشابهين، طبعا هيبقوا بزيرو. بعد كده ناخد ده مع ده متشابهين هيبقوا بزيرو، بعد كده ده مع ده يبقى زيرو. تمام، نفس الكلام ده هينزل هنا، بعد كده نقول ده مع ده متشابهين بزيرو زيرو، وده مع ده 30 بواحد هينزل ده كمان، هينزل برضو صفر أو واحد. بعد كده هنقول زيرو اكس اور زيرو 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 اكس اور واحد بواحد، واحد اكس اور زيرو بواحد. بعد كده هنقول هنحط هنا الزيرو، هنقول زيرو اكس اور زيرو 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 اكس اور واحد بواحد، و واحد اكس اور واحد متشابهين بزيرو هينزل الزيرو. بعد كده نقول زيرو اكس اور واحد مختلفين بواحد، واحد اكس اور زيرو مختلفين بواحد، واحد اكس اور زيرو مختلفين بواحد. بعد كده اكس اور زيرو ينزل هنا، هنقول زيرو اكس اور واحد بواحد، واحد اكس اور زيرو بواحد، واحد اكس اور واحد بزيرو. طيب هنا الزيرو هينزل زيرو اكس اور واحد واحد، واحد اكس اور واحد بزيرو، وزيرو اكس اور زيرو بزيرو. طيب زيرو زيرو اكس اور واحد بواحد، واحد اكس اور واحد بزيرو، زيرو اكس اور واحد بواحد. هننزل الواحد، بعد كده واحد اكس اور زيرو بواحد، واحد اكس اور زيرو بواحد، واحد اكس اور زيرو بواحد برضه. هنا الواحد هينزل واحد اكس اور واحد اكس اور زيرو، واحد اكس اور زيرو بواحد، واحد اكس اور زيرو بواحد، واحد اكس اور واحد بزيرو. هنا واحد هينزل واحد اكس اور زيرو بواحد، بعد كده زيرو، بعد كده زيرو اكس اور زيرو بزيرو. هنا هيبقى واحد هينزل واحد اكس اور زيرو بواحد، واحد اكس اور واحد بزيرو، زيرو اكس اور واحد بواحد. نيجي هنا واحد هينزل واحد اكس اور واحد اكس اور واحد بزيرو، زيرو اكس اور زيرو بزيرو، زيرو اكس اور زيرو بزيرو. طيب واحد هينزل واحد اكس اور واحد بزيرو، زيرو اكس اور زيرو بزيرو، زيرو اكس اور واحد بواحد. نيجي هنا واحد ينزل واحد اكس اور واحد بزيرو، زيرو اكس اور واحد بواحد، واحد اكس اور زيرو بواحد. هنا واحد هينزل واحد اكس اور واحد بزيرو، زيرو اكس اور واحد بواحد، واحد اكس اور واحد بزيرو. طيب هنا طالما قال ان هو عايز المعادلة بالاكس اور، يبقى احنا محتاجين او سوري نعمل امبلمنتيشن للجيت دي باكس اور، يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين فعليا نعمل او المعادلات اللي هتطلع معانا تكون ينفع تتعمل اكس اور. طيب هي مثلا ايه، هنا نزود مثلا لو نكتب بس ايه الارقام او الترمز كام، زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. تمام،
طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ محتاجين نعمل إيه؟ نكتب اول معادلات، مثلا W عبارة عن ايه؟ الترم بتاعتها عبارة عن من 8 الى 15، هنعمل كده صم، يبقى نقول من 8 9 10 11 12 13 14 15، تمام. بعد كده هنعمل معادلة الإكس، الإكس هتساوي إيه؟ عندي من 4 لحد 11، يبقى دي 4 5 6 7 8 9 10 11. نعمل اللي بعده، معادلة الواي عندي 2 2 3 4 5، يعني كده 2 3 4 5. بعد كده هنسيب الأصفار، يبقى 8 9 8 9. بعد كده 14 14 15. طيب اللي بعده الزد، يبقى عبارة عن 1 2 مثلا، كده في 4 في 7 في 8، وعندنا 11 وعندنا 13 وعندنا 14. فاضل ايه؟ فاضل ان احنا هنحط دول بقى على الكيماب ونيجي نكتبهم هنا. طبعا احنا مش هنرسم كيماب هنا، في كيماب مرسوم هنا، تمام. هناخد هنا من A B C، A هنا A B، وهنا C D، وعندنا هنا A A B، هنا C D برايم، وعندي هنا C D برايم، وعندي C D، وعندي C D برايم، هنا A B، عندنا AB، وهنا AB، وهنا AB برايم، طبعا هنا متشابه A برايم، وهنا B، وهنا A، وهنا B برايم، وهنا هيبقى C برايم، وهنا D، وهنا سي، بعد كده دي برايم. خدهم واحدة واحدة. احنا عندنا مثلا الدبليو، الدبليو من 8 لحد 15. طب نرقم مثلا 0 1 3 2 4 5 6 سوري 7 6، وهنا 8 9 11 10، وهنا هيبقى 12 13 15 14. هنا مثلا ناخد المختلف، هنيجي نعمل مثلا نحط الأرقام من 8 لحد 15، يبقى 8 9 10 11 12 13 14 15. طبعا واضحة جدا، واضحة جدا ان ال W عبارة عن A، يبقى انا هنا ممكن اجي اكتب ان ال W هتساوي A، تمام. طيب نشيل الحاجات دي، هنا ال X عبارة عن 4 5 6 7 ماشي لحد 11، ماشي. من 4 5 6 7 8 9 10 11، معلومة سهلة جدا. أنا أخدت دي، أخد المجموعة دي، يبقى أنا كده عندي A برايم B و A B برايم، يبقى دي هتساوي A
تساوي A برايم B زائد A B برايم. تمام. اللي بعده ال Y 2 3 4 5، يبقى دي 2 3 4 5. بعد كده 8 9 14 15. طبعا دي ملهاش حاجة ان احنا كل اتنين مع بعض كده، كل اتنين مع بعض. طيب الاتنين دول عبارة عن A برايم B C برايم. تعالى كده نكتبها A برايم B C برايم. طيب بعد كده عندي هنا A B A برايم B برايم C A برايم B برايم C. وهذا سبب بس ما باش في مشكلة. هنا ما كانش يساوي هنا أور. ناخد بقى مين اللي هنا ده عبارة عن A B C. سهلة دي A B C A B C. هنا عندي A B برايم C برايم. تمام. أنا عندي A B برايم C برايم. طيب كده خلاص ال Y خلصت، خش على الزد. الزد الزد الأرقام بتاعتها 1 2 4 1 2 4 7 8 7 8. بعد كده 11 13 14 11 13 14. طبعا الكلمة دي ملهاش حل غير ان كل ترم هيتاخد، يعني كل واحد هيتاخد لوحده. وطبعا المنظر ده معناه ان احنا شغالين اكس اور فعلا، يعني الزد كده دي واضحة جدا من الكلمة انها اكس اور. هناخدهم بقى واحد واحد، يعني هناخد صف صف. يبقى A برايم B برايم تمام C برايم D. تبقى إبراهيم إبراهيم بي إبراهيم سي سي إبراهيم دي سي إبراهيم دي أور. بعد كده هيبقى برضو هنا عندي بس دي إبراهيم بس، هيبقى عندي إبراهيم إبراهيم بي سي دي أور إبراهيم بي سي إبراهيم دي إبراهيم إبراهيم بي إبراهيم بي سي إبراهيم دي إبراهيم C برايم D برايم B C D أور. هناخد الصف ده A B C برايم D A B C برايم D. A B C D برايم A B C D برايم أور. فاضل ترمين بس A B برايم C D برايم. A B برايم C برايم D برايم. Okay, A B prime C D or A A B prime C D C D. كده احنا ايه خلاص خلصنا.
فاضل نعمل ايه بقى؟ فاضل ان احنا لازم كل واحدة من دول تبقى عبارة عن اكس او، يعني نكتبها في الاخر في صيغة اكس او. بس هنا W، تمام، ال W لوحدها يعني ما فيش غير ايه واحدة، مفيش مشكلة، هنحط لها علامة اكس او، بس نحط معاها ايه؟ زيرو. ليه؟ لان الاكس او اي حاجة اكس او مع الزيرو تبقى نفس الحاجة، يعني مفترض ايه اكس او زيرو بتساوي ايه برضه، ما عملناش حاجة. طب دي، ما هي دي نفس المعادلة، شكل المعادلة بتاعت مين؟ بتاعت ال a اكس او بي، هكتب هنا a اكس او بي. طب وهنا دي عشان تتعمل صح لازم ياخد عامل مشترك في ال في ال y و ال z. طب هناخد عامل مشترك ازاي؟ هنعملها ازاي؟ هنعمل ايه مثلا؟ ناخد هنا، ممكن اخد ال AB برايم المشترك في ده وفي ده وفي ده، فيبقى عندي ايه؟ لا احنا ممكن ناخد، لا سوري مش دي، هناخد ال A برايم من هنا ومن هنا على المشترك، تمام. فهشيل ده كده هنا، تمام، هعمل كده، هناخد ال A هنا على المشترك كده، عاملة كده. طيب ما هو اللي جوه الأقواس دي، دي اكس او، تمام، ودي اكس نور، يعني أقدر أكتبها كده، يعني دي نقدر نكتبها بالشكل ده، دي هتبقى تو بلس. تمام، دي برضه هتبقى دي اكس اور، بس دي ايه؟ محتاجين اكس نور. خليني نحط نوت على الكوس كله كده. طب نلاحظ ايه بقى؟ ان دي برضه يعني هنا الاكس اور كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده نوت، فده مش نوت، وهنا ده مش نوت، يعني مش عليه براين، او دي يعني ده عليه براين وهنا ما عليهوش، وده عليه براين وده ده هنا ما عليهوش ده عليه. فكده ممكن اعملها ازاي؟ ممكن اعملها ايه اكس اور مع البي اكس اور سي، ان هي في النهايه هتساوي ايه؟ هتساوي دول كلهم على بعضهم. طيب ده ما هو نفس الكلام، انا خدت صف صف في الكلام، يعني خدت الترمات لما جينا هنا قريناهم خدتهم صف صف عشان ايه؟ نعرف ناخد عامل مشترك. انا هاجي هنا اخد عامل مشترك مين مع مين؟ هاخد المشترك ال A برايم B برايم من الترمين دول، هاخدها لوحدها، يعني هاجي اعمل هنا كده، ده نفس الكلام، اخد ال AB برايم شيل دول كده، وهنا اخد ال AB اشيل ده، وهنا اخد ال AB برايم كده، تمام. طيب نلاحظ ايه؟ ان ده اكس اور وده اكس نور، اكس اور اكس نور. طيب ده معنى هنعدلها تاني، فهتبقى دي عبارة عن سي، عبارة عن سي اكس اور دي، تمام. طبعا كل ده يبقى فيهم كلهم، بس معنى احنا هنحط ده هنا نور وهنا نور في الاخر، هاجي اقدر اضيف هنا ده هيبقى اكس نور وده هيبقى اكس نور،
لاحظ ايه؟ ما انا ممكن اخد القوس ده اعمل مشترك مع ده وده مع ده، تمام؟ يعني ممكن اجي اعمل كده، اخد عامل مشترك يعني ده مع ده، يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي في قوس عبارة عن ال A ديت هنا كده و ال AB، تمام؟ وهشيل ده خالص. نفس الكلام هنا، يبقى عبارة عن ده كل ده مع ده كده، تمام؟ طيب هنيجي نعمل ايه بعد كده؟ هنيجي إيه ده؟ ايه ده؟ عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن اكس نور وده اكس او، هنعدلها كمان، هتبقى هنا ايه؟ دي يعني ممكن ناخد كل ده عشان متكتبش كتير. نكتب هنا ايه؟ بي، وهنا هنكتب ايه؟ بلس برضو دوكي على بعضهم اكس اور، يعني ده كوز ده اكس اور مع كوز ده، مع يعني سي اكس اور دي مع اي اكس اور بي. فاحنا ممكن نكتبها في النهاية عبارة عن كده، تبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه مثلا؟ ايه اكس اور بي اكس اور سي اكس اور دي، اللي هو في النهاية ده هتبقى عبارة عن ايه؟ يعني كل ده من غير أقواس، يعني هما دول دول هيبقوا كده بس. طب نلاحظ ايه بقى هنا؟ نلاحظ ان بس شوية نزيد عن W، ان هنا دي اي بي سي هي الواي، يعني ممكن اشيل دي كده واكتبها واي، تمام؟ هنا مثلا عندي ده اي بي، فممكن اجي اشيل دي هنا كده واعملها اكس. طب في الرسمة، الرسمة امرها سهل. نيجي مثلا لو هنيجي نرسم مثلا، مش نرسم هنا، نرسم ده مثلا، لو انا هعمل نكون عاملين الأوتبوت اسمه أو الإنبوت اسمها إيه، عاملهم A B C، أوكي. عندي هنا A و B و C و D. عندي ال A، تمام؟ لما أعمل لها إكس أور مع زيرو تديني ال W، وعندي بعد كده ال X عبارة عن AX OR B، يعني إيه؟ ناخد هنا كده واحد X OR ال B تديني ال X. طيب عندي بعد كده ال Y عبارة عن إيه؟ X X OR C، يبقى سهل. ناخد السي كده، ناخد هنا واحدة من اكس، تدي هنا الواي، الزد كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن هنا، كانت عبارة عن الواي مع الدي. طيب نعمل ادي الواي مع دي، وده حل السؤال. دي كانت فكرة الديزاين. أنا كنت أصلا إن إحنا نحل مثال بالكتابة كده، عشان ده اللي هيتعمل في الامتحان، تروث تيبل ونكتب المعادلات ونجيبها ونعمل كل ده بس كده.